إذن وحضرتك قلت لي في بداية مداخلتنا أن هناك اجتماع مع الفصائل لتحديد استراتيجية جديدة تتعلق باستمرار وشكل المفاوضات، يعني هل لديكم تصور لهذه الاستراتيجية كيف ستكون؟ يعني مبادئ كده أنتم بتفكروا فيها في المرحلة المقبلة؟ لا، هو من المبكر الحديث عن تفاصيل هذا الأمر، لأنه الحوار والنقاش الوطني يعني ما زال في أوجه، والأصل خلال الأيام القليلة القادمة تكون الأمور أكثر وضوحا. لكن هي عموما المطالب الفلسطينية التي ذكرناها هي مطالب غير قابلة للتفاوض عليها، لأنه احنا متفقين عليها وطنيا أولا، وأيضا كما قلت نحن نريد أن نبقى أيضا أمام العالم وأمام كل من يتابع مجريات التفاوض غير المباشر مع الاحتلال، نريد أن نثبت لكل العالم أنه مش إحنا الطرف المعطل، أنه الاحتلال يعني هو الذي يعطل، وهذا يضعه في الزاوية أكثر. إحنا اليوم شايفين كمان حتى بعد موافقة حماس الأخيرة كيف أنه العديد من الدول إقليميا ودوليا رأت أنه موقف حماس والمقاومة الفلسطينية موقف سليم وموقف منطقي وعقلاني، في حين أن الاحتلال هو الذي يعني يرفض هذا الأمر والتجاوب معه. كمان هذا بالنسبة لنا خطوة مهمة، وإحنا حريصين على أن تبقى هذه الصورة هي القائمة، لكن عمليا نحن نريد أن نصل إلى اتفاق يضمن مصالح ومطالب شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها وقف هذا العدوان. نعم.